في حلب الشهباء، المدينة العريقة بتاريخها وفنونها، ولدت الفنانة الكبيرة ثناء دبسي عام 1941. تكشفت موهبتها الفنية من خلال اشتراكها في العديد من التمثيليات والرقص الشعبي والكورال منذ عام 1957، وكان اشتراكها في هذه الأعمال نقطة مشعة لموهبتها ولفنها. لعبت العديد من الأدوار الهامة في المسرحيات التي كانت تقام في المدرسة. قامت بأدوار رئيسية في مسرحية غدا تشرق الشمس، وفي مسرحية الحرب التي عرضت في دمشق على مسرح معرض دمشق الدولي، وفي القاهرة على مسرح الأزبكية الشهير. تجوزت مثل ما بتتجوز أي بنت بهديك الأيامات. تجوزت واحد إجوا أهله خطبوني من أهلي، وقتها قال لي أبي ليكي سلمى هذا شاب ممتاز أخلاقه عالية، موظف حكومي راتبه 93 ليرة و50 قرش، بعدين من الوظيفة للبيت ومن البيت للوظيفة، بينام بكير وبيفيق بكير. مين قال له إنه أنا بدي واحد ينام بكير ويفيق بكير؟ حرام الواحد يعيش وهو ميت، وأنا طول عمري كنت ميتة. بس بعد ما لقيته للجمال عشت، حسيت روح الشباب رجعت لي من أول وجديد. أعمال ثناء دبسي الفنية كانت من أقوى العوامل المشجعة لانضمامها إلى المسرح القومي رغم حداثة سنها، وبدأت مشوارها الطويل في مسرح، فقد تتالت الأدوار التي لعبتها في المسرح وفي الإذاعة وفي التلفزيون، وفي كل من مسرحية البرجوازي النبيل لمولير، ومسرحية مروحة السيدة ويندميرز لأوسكار وايلد، ورجل القدر لبرنارد شو، الحيوانات الزجاجية لتينيسي ويليامز، والملك لير لشكسبير، وزيارة العجوز لدورمنت وغيرها. سمعتي شو صار؟ شو صار؟ لك أبوك رح يخطب، بده يتجوز. أبوك بده يتجوز؟ إيه نعم، ومين بده يتجوز؟ لك بده يتجوز واحدة عمره قد عمرها بثلاث مرات. مو معقولة يعملها. ستي ورغم الشيء رح يعملها. أنت مين قال لك؟ هلا قالوا لي بالحارة. عشان هيك كان عم يلبس ويتهندس ويترشرش بالعطورة. رح انفجر يا جماعة، رح انفجر، ما بصير تتم الجوازي، ما بصير تتم. شو بنقدر نعمل؟ يا ترى لساته طيب؟ شو عم ياكل؟ مين عم يصحي الصبح؟ ولا لا لا يونس بده يرجع، بده يحرق قلوبهم كلهم، بده ياكل على راسهم بالطبق. يونس بده يرجع يضم قاسم لصدره، بده يرجع حبيبه لبيته. اما في السينما فكانت تدرس كل دور يعرض عليها بعمق شديد، وكانت تصر على أن يكون الدور الذي ستؤديه مناسباً مع مكانتها الفنية، فقد اشتركت مع المخرج توفيق صالح في فيلم المخدوعون، ومع المخرج رياض شيا في فيلم اللجات، ومع المخرج باسل الخطيب في فيلم قيامة مدينة، وتألق نجمها في التلفزيون في العديد من الأدوار التي لعبتها في كل من أهلين أمي أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا ستي. أهلا حبيبي. عربي زميلي بالشغل. أهلا يا أبي. أهلا خالي. خليك شوي طالما أجيت أم إبراهيم. والله يا ريت، بس أنا مستعجل كتير، عم يستنوني. يلا بالإذن خالي. الله معك. حصلنا الشرف يا أهلين. ايه امي طمنيني عن الصغيرة. انت مين خبري؟ شريف. طمنيني عنا. الحمد لله هلا احسن. ليك بغرفتي. سبحان الله سبحان. تراه اذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي انت نائله،
تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. ماما أنا غلطت شيء؟ ما غلطت. شو اللي بيخلي أبوي عصبي وقاسي لهالدرجة؟ عاد اللي بتجي سيرة عمه وحيد. هي قصة طويلة. طويلة كتير. لك ابني اترك هالراديو من ايدك وقوم شوف مين عم يدق على الباب. العمى على هالحالة. يوم حزيري مين اجا؟ مين لك ابني؟ احكي بقى وقفت لي قلبي. هذا كرمه يوم طلع من السجن. صحيح؟ جاي ما بقى يشيلوني يا مو. استنى لحظة لغاية. لا 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 لا